مرحبا بكم. حول العالم تحدث العديد من المواقف المضحكة والمحرجة على شاشات التلفاز، والتي تنال إعجاب ودهشة من الكثير من الناس. ولحسن الحظ أن بعض هذه المواقف قد تم تصويرها على الكاميرا، ولهذا نحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعضا من هذه المواقف التي حدثت على الهواء مباشرة. من المعروف أنه في رياضة البيسبول، بعد أن يحقق الفريق الانتصار على الفريق الخصم، يحتفل اللاعبين مع بعضهم البعض عن طريق إلقاء بعض من المياه أو المشروبات الأخرى على بعضهم البعض. وبينما كانت الصحفية تحاور هذا اللاعب، استطاع اللاعب الآخر إلقاء المياه عليه في مشهد مضحك جدا. ولكن الأمر الأكثر دهشة هو أن السائل قد سقط أيضا على هذه المذيعة، وهذا ما أصاب الكثير من الناس بالضحك، حتى أنه بعد ذلك قامت هذه المذيعة بنشر هذه الصورة لها على الحساب الخاص بها، وقد نالت إعجاب الكثيرين من الناس. في هذا الفيديو كان هذا الصحفي ينقل أهم الأخبار قبل بداية المباراة، ولكن ما حدث في النهاية هو أن هذا الرجل اقترب منه وقبله في رأسه في مشهد مدهش جدا نال إعجاب الكثير من المشاهدين. وكان من الواضح أن هذا اللاعب الذي قام بتقبيله هو واحد من أعظم لاعبي كرة السلة للمحترفين. في هذا المشهد كانت هذه المذيعة تتحدث مع هذا المصارع الذي كان من الواضح أنه ينال إعجابها بشدة بسبب قوة الجسد التي يتمتع بها. وبالرغم من أن زوجة هذا المصارع كانت تقف بجوار هذه المذيعة، إلا أن الكاميرا استطاعت تصوير بعض الملامح الغريبة التي ظهرت على وجه المذيعة، والتي تعبر عن مدى إعجابها بهذا المصارع. وكان هذا الموقف واحدا من المواقف المحرجة جدا التي تعرضت لها هذه المذيعة بعد أن تم نشر هذا الفيديو وتداوله على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. تعتبر رياضة كرة القدم الأمريكية واحدة من الرياضات التي تحتاج إلى مجهود كبير وخارق حتى يستطيع كل إنسان الحصول على الكرة قبل الخصم. ولكن ما حدث في هذا الفيديو هو أن اللاعب اصطدم بالمذيعة في مشهد مضحك للغاية جعلها تسقط على الأرض. وهذا المشهد هو الآخر اصطدم فيه هذا اللاعب بطريقة مدهشة في ظهر هذه المذيعة، وتم تصويره على هذه الكاميرا. هذا الرجل كان يعمل متسابقا في السيارات وهو محترف للغاية، ولكنه يفضل القيام بعمل بعض المقالب في أي شخص. ولكن في هذا اليوم من الأيام كان يحاور هذه المذيعة، وبعدها سقط أمامهم هذا العنكبوت الذي يجعل المذيعة تشعر بالخوف في مشهد مضحك للغاية. يعتبر لاعب الكرة المشهور زلاتان إبراهيموفيتش واحدا من اللاعبين القادرين على وضع المذيعين في مواقف محرجة للغاية، ولهذا تعتبر هذه الصفات التي يتميز بها واحدة من الصفات والسلوكيات الخاصة بشخصية هذا اللاعب. في هذا المشهد كان يخرج من أرض الملعب وهو يتناول هذه الموزة، وبعدها قام بوضع القشرة الخارجية للموزة على العدسة الخاصة بكاميرا هذا المصور. وهذا الموقف نال الإعجاب ودهشة كثير من الناس، وبعدها تم نشر هذا الفيديو على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. حاول هذا المغني القيام بعمل شيء جديد في مباريات كرة الهوكي على الثلج، حيث أنه كان يتزحلق على الثلج وهو يغني، وهذا ما نال إعجاب الكثير من الناس. ولكن بينما كان يمر من هذا المكان اصطدم بالسجادة الحمراء، وهذا ما جعله يسقط على الأرض بين ضحكات من الجميع. ولكنه قام بالنهوض مرة أخرى من جديد وهو يشعر بإحراج لا مثيل له. هذه الصحفية استطاعت الحصول على هذه الجائزة، وذلك بسبب الشجاعة المفرطة التي كانت تتمتع بها، حيث أنه في هذا المشهد كان هذا الخيل يركض محاولا الهرب، ولكنه استطاع إيقافه في الوقت المناسب بعد أن اصطدم بها بقوة. ولكن هذا يعبر عن مدى الشجاعة التي تتمتع بها هذه المرأة، ولهذا فهي تستحق هذه الجائزة. يعتبر هذا الموقف واحدا من المواقف الغريبة جدا، والذي فيه كانت هذه المذيعة تحاول هذا الرجل من هذه المنطقة التي تحتوي على كمية كبيرة من الثلج، ولكن الغريب هي أنها سقطت على الأرض بعد أن تعرضت للإغماء دون معرفة السبب. وبعدها حاول هذا الرجل مساعدتها على النهوض مرة أخرى من جديد، والأمر الأكثر غرابة هي أنها قد استكملت محاورتها مع هذا الضيف بعد أن كانت تشعر بالإحراج الكبير جدا. ولكن يقال أنها أوضحت إلى المنتج والمخرج من قبل أنها تعاني من صعوبات في المناطق التي تحتوي على كمية كبيرة من الثلج ودرجات الحرارة المنخفضة، لكن لم يهتم أي أحد بما قد قالته، وهذه كانت النتيجة. في 13 من نوفمبر عام 2017
تعرضت إيطاليا إلى خسارة فادحة أمام السويد، حيث كانت هذه المباراة واحدة من المباريات الفاصلة في التأهل إلى كأس العالم، حتى أنه بعد تحقيق الفوز كان اللاعبون يحتفلون بطريقة مدهشة جدا، حيث أنهم قاموا بالهجوم على هؤلاء المذيعين على هذه المنصة حتى قاموا بتحطيم المنصة بالكامل في مشهد مضحك للغاية. ولحسن الحظ أنه تم تصوير هذا المشهد الكوميدي على الكاميرا، والذي حقق العديد من المشاهدات حول العالم. ولكن في الحقيقة كان يظهر لنا هذا الفني الذي كان يحاول إنقاذ هذه المعدات قبل أن تتعرض إلى كم كبير من التلف، ويتم معاقبته على هذا الشيء. ولهذا يظهر لنا وهو يحاول القيام بعمل هذا الشيء في أسرع وقت ممكن أمام هذا الكم الكبير من اللاعبين. في هذا المشهد كانت هذه المحاورة الضعيفة تتحدث مع هذا الشاب الذي يتعلم رياضة الكاراتيه، وكان يرغب في أن يعرض عليها هذه الحركة التي تعبر عن مدى خبراته ومهاراته في هذه الرياضة. ولهذا قام بتنفيذ هذه الحركة التي أدت في النهاية إلى إسقاط هذه المذيعة الضعيفة على الأرض، وارتطمت رأسها بالأرض بقوة، لما جعلها تشعر بآلام شديدة جداً لم تكن قادرة على تحملها بعد هذا الموقف المضحك. مشاهدين الكرام، وصلنا لنهاية الفيديو. ما هو أكثر موقف أصابك بالإعجاب والدهشة اليوم في هذا الفيديو؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. إلى اللقاء.